أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي عن تأييد البرلمان للسياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته لأزمة سد النهضة. وأكد العسومي البرلمان العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مطالبا الجانب الإثيوبي بالوقف الفوري لأي خطوات تضر بالحقوق المائية لمصر والسودان في مياه النيل. كما نجدد دعم البرلمان العربي للحقوق المائية المشروعة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، معربين كذلك عن دعم وتأييد البرلمان العربي للسياسة الحكيمة التي ينتهجها صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في إدارته لأزمة سد النهضة، ونطالب مجددا من الجانب الأثيوبي بالتوقف الفوري والتام عن القيام بأي خطوات أحادية تضر بالحقوق والمصالح المائية المصرية والسودانية في مياه نهر النيل باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.